سؤال لاي حد هيقعد مع حضرتك وهستثمر فرصه انك موجود في مصر ويعمل حديث معاك هسالك عن الديفيل اللي حصل في مصر اللي هو نقل المومياوات الملكيه ال 22 مومية ملكيه الفنان التشكيل الدكتور عبد الرازق عكاشه لماذا حدث الديفيل ده في هذا التوقيت بالتحديد وما الرساله التي تتصور ان مصر بتبعتها للعالم الاوروبي في ظل بأرض ايضا جائحه كورونا؟ أولًا في ظل جائحة كورونا العالم في احتياج رهيب جدًا للمجهود الثقافي. ما حصل في الممي... نقل المومياوات المصرية من متحف إلى آخر هي رسالة ثقافية أن مصر ما زالت عبر 7000 سنة ممتد الحفاظ على ثقافتها التاريخية. مصر بلد الفنون، بلد الآداب، بلد كل شيء ارتبط بالثقافة الإنسانية. <applause> فالنهارده في ظل احد كورونا وانشغال العالم بالغياب الثقافي لان العالم تبدلت همومه من الهموم الثقافيه الى الهموم الاقتصاديه مصر تعود من جديد لتذكر العالم ان الهويه الثقافيه والاقتصاد الثقافي مهم جدا في الاعلان عن قوه وثقافه البلدان التي تحمل ثقافه حقيقيه البلدان التي تحمل ثقافه حقيقيه هي بلدان قليله على الخريطه في الحقيقه لان هي بلدان الثقافه ارتبطت بها بعمق حضارتها فدي بلدان قليله جدا منها الدوله المصرية في الحقيقة الناس بتفرح بوجود اليونسكو في هذه الأماكن لأن اليونسكو بيعترف بالأماكن السياحية في كل البلاد فوجود اليونسكو هو وجود علشان يتأكد أن مصر بتحافظ على تراثها الإنساني عبر التاريخ لكن في الحقيقة اليونسكو هو اللي فخور أنه هو يكون في مصر لأن مصر هي قبل اليونسكو اليونسكو شيء للحفاظ على الحضاره المعاصره او الحضاره القديمه لكن اسس على اسس معاصره واسس حديثه طيب هل, هل آه يسن قوانين اليونسكو دولة عمرها 7000 سنة أم اليونسكو اللي عمره آه ما, آه ما زال لم يتجاوز ال سنه مين اللي يسن القوانين لمين مصر هي بلد انسانيه لا تحتاج لليونسكو انما اليونسكو هو الذي يحتاج لمصر انا ببص للحدث تخيل بقى من شيء تاني خالص بفتح التليفون اشوف الفيديوهات بتاع الناس المعاديه لمصر ماذا يقول عدوك ده مهم جدا لان انا اتربيت في بيت عمي كان محارب في حرب اكتوبر وكان من اول مهندسين الطاقه الذريه في مصر فعمي كان بيجيب الكتب اعرف عدوك اعرف عدوك لطار ابو فاشا ومجموعه كتاب عظماء من الاخبار اليوم في الفتره دي كانت بتطبع كمان اعرف عدوك فكانوا بيجيبوها عشان يعرفوا العدو فانا نظرت لفرحتي بقى لما انا حبيت ابص اشوف الاعداء بيتكلموا على الحدث ازاي لقيت صفر مش عارفين يتكلموا واحد طالع يقول لك نقل المومياوات حرام واحد تاني طالع يقول لك التكلفه هي تكلفه كام ايوه ما هي التكلفه كام لكن <applause> دعية الدعاء الاسلامي زي مثلا عبد الله رشدي مساله نقل <تصفيق> 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 لا ما انا <applause> فيه. لا ما انا اقول لحضرتك انا ساعدتي بقى هنا انا لما لقيتهم بيهاجموا كده من اللي هو بنسميه الهجوم اللي هو بلا معنى لا يعطي شيء صفر انا في الحقيقه ما سقفت ساعه الحدث انا سقفت لما سمعت هجوم الناس ديت لان عرفت قد ايه هم سقطوا قابلت زوجة جاك شراك كانت بتعمل دعايه مره لساركوزي في الانتخابات الحزب اليمين وقابلت مدام جاك شراك مدام جاك شراك اتكلمت معايا بالعربي كمان قالت لي مصر مصر يعني شيء مهم جدا في خيال الفرنساويين انا وقفت اكلمها عن مصر اكتر ما هي كان المفروض بتسلم علي عشان تهنيني على الجايزه بتاعتي ونتكلم على المعرض بتاعي لما سمعت كلمه مصر الدموع بقت تتسابق من عيني فوقفت اكلمها عن مصر ونسيت اصلا ان انا واخد جايزه ونسيت ان انا مكرم في هذا الاحتفال فيجب ان الناس تتناسى شخصيتها وتتناسى انانيتها قدام مصر انا كان عزمني دكتور احمد نوار ودكتور احمد نوار طبعا اسم كبير جدا في الثقافه المصريه فبقول له يا دكتور احمد احنا عاوزين نرجع تعاون قال لي تاني يا عبد الرازق كفايه اللي انت عملته لمصر في صالون الخريف الكلمه ديت بقولها ليه علشان اقول لحضرتك من 2008 من 2008 واحنا بنقدم مصر في صالون الخريف ادباء وفنانين وشعراء مر من صالون مر 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 من صالون الخريف استاذ سعيد الشيمي المصور السينمائي رمسيس مرزوق زين العابدين فؤاد الشاعر أحمد الشهاوي كشاعر، آه جمال الشاعر كشاعر، آه أدباء كبار وفنانين كبار محمود درويش زاهي وهبي أدونيس أسماء كبيرة جدا مرت من صالون الخريف على مستوى الفنانين التشكيليين أسماء كبيرة جدا 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 عرضنا أفلام لمصر قدمنا مصر في يوم مصري في صالون الخريف لكن للأسف آه بعد ثورة آه 25 يناير وبعدها بعامين بدأ او بعام بدأت كل المجهودات دي تحارب وتحارب من ناس انت مش فاهم بيحاربوا وجود مصر ولا بيحاربوا وجود مصري اول اول عربي وافريقي او اول حد حقيقي من بره اوروبا الغربيه حتى اوروبا الشرقيه ما حصلش ينضم لمجلس اداره صالون الخريف 1903 اسس صالون الخريف اول مره صالون الخريف يتحرك من من باريس ما راحش ضواحي فرنسا حتى يتحرك من باريس اتحرك الى مصر. ده كان مشروعي مع صالون الخريف جبنا صالون الخريف مع جمال الشاعر 2009 وبعدين مع وزاره الشباب 2011 مع وزاره الثقافه دكتور عماد ابو غازي 2011 وبعدين مع وزاره الشباب 2014 لا انا ضد قوى النعمة انا الثقافة عندي سلاح الثقافة كلمة الكلمة رصاصة والرصاصة بتعلم لا مش قوة نعمة الثقافة بتكسبك حرب الثقافة كلمة قومت الحرب العالمية الثانية ازاي قوة ناعمة الثقافة لسه بقول لك دلوقتي ما حدث برضو في حركة ااا احنا قعدنا ندور على حاجات كتيرة تكشف مثلا محمد الناصر معتز مطر قعدنا ندور على حاجات كتير تكشف ما بينكشفوش يا اخي اين انكشف واين انهزم محمد الناصر في معركة المومياوات انا مسميها كده انهزموا هزيمه ساحقه لان ما عرفوش يتكلموا تاريخيا او يعترضوا او يقدموا ادله على ضعف مصر الثقافي يومها وانا بشوفهم في الفيديوهات بتاعه الفيسبوك ولسانهم بيلجلج ومش عارفين يقدموا معلومه حقيقيه كانت يوم الهزيمه الحقيقيه بتاعتهم امامي وامام الكثير من المثقفين العالم اكيد لان انا انا عملت روايه اسمها الشرابيه عن حي الشرابيه اتكلمت فيه عن انسانيات ومجدعه الانسان المصري وان شاء الله بيترجم دلوقتي وهينزل في معرض الكتاب ان شاء الله بك مش متحف الحضاره بس منطقه الفسطاط كلها مستغرقاني انا بروح امر واشرب واكل قهوه آه ربما يكون آه في عمل مهم جدا وجاهز للترجمه عن متحف الحضاره منطقة الفسطاط كلها بحاول ارجعها آه تشكيليا وروائيا آه بمنظور تاني خالص مختلف زي ما بقول لك انا داي دايما ببص للاحداث بمنظور مختلف مش بمنظور مباشر للاحداث أه... تقييمك لتناول الاعلام الفرنسي بالتحديد لحدث نقل المومياوات و... وما بعده يعني هنرجع أه-- هنا للنقطه اللي انا بقول لحضرتك المجتمع الفرنسي بقى بيتناول المواضيع دي كانسانيه عشان كده بقول لك دورنا ان احنا كمان نقدم الحاضر من خلال متحفنا عشان الفرنسيين ما يتعاملوش بس كانسانيه ما يتعاملوش مع الحضاره المصريه انها كانسانيه يتعاملوا بقى مع الحضاره الانسانيه كمصر معاصره كمان يمثلوا ليست القوى النعمة ورفضت المصطلح ده واتكلمت ان انتوا سلاح فتاك ومؤثر في الحروب لكن دوركم كان غائب تماما في قضيه سد النهضه لماذا وألا يمكنكم لعبوا دور مؤثر في هذه القضيه من وجهه نظرك؟ بالعكس انا انا حاولت انا انا كشخص حاولت ومن خلال صالون الخريف حاولت و و واتصلت بعده جهات ولما عملنا جبنا صالون الخريف في مصر 2009 مبكرا جدا جبت اثيوبيا ضيف الشرف جبت فنان اسمه ارت سيما ضيف الشرف علا وعسى نقدر نعمل حوار مع الجانب الاخر الاثيوبي من خلال ثقافه ومن خلال حوارات